بالنسبة لكتابة المقالات، فهناك أكتر من طريقة تكسب بيها فلوس حلوة من كتابة مقالات جميلة. وبالطبع لو أنت عندك خبرة في مجال ما، فدي فرصة ذهبية بتعبر بيها عن أفكارك وآرائك كونك شخص كاتب وكمان بلوجر. وطبعا ده ميغنيش أبدا، أنت ممكن تستخدم أدوات خاصة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات بدلا عنك حول أي موضوع وفي أي مجال. عشان كده النهاردة إن شاء الله في هذا الفيديو هكلمك على كيفية الربح من كتابة المقالات من خلال استخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات كاملة متكاملة بشكل مجاني، بالإضافة إلى مواقع أخرى تقوم فيها بنشر هذه المقالات وتكسب منها فلوس بشكل جيد، بالإضافة لأكثر من طريقة للربح من كتابة المقالات. إذا مع نذهب إلى الجزء الأول الخاص بأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات كاملة متكاملة بشكل مجاني، زي مثلا هذا الموقع الجميل اللي اسمه autowrite.app. هذا الموقع الجميل بيقوم بإنشاء مقالات كاملة متكاملة في أي مجال حول أي موضوع في ظرف ثواني. هنا لو احنا ممكن بقى نظرنا إلى خطة السعرية داخل هذا الموقع في الـ Pricing Plans، هنلاقي هنا في خطة مجانية تماما بتمكنك من إنشاء مقالة في اليوم الواحد، أي ممكن 30 مقالة خلال الشهر. وطبعا بقى عندك أكتر من خطة سعرية، تبدأ بالستارتر عندك حوالي 500,000 كلمة خلال الشهر، يعني طبعا بجد كميات كبيرة جدا جدا جدا. هنا بقى احنا رجعنا بقى في الخطة المجانية من خلال موقع autowrite.app. هنا أول حاجة بقى في خطوات إنشاء هذه المقالة حول أي موضوع زي ما اتفقنا، تدرج هنا العنوان أو الأيديا أو الفكرة الخاصة بإنشاء المقالة المراد إنتاجها، زي مثلا هذه الفكرة The most important tips for small business owners، أهم النقاط وأهم النصائح لأصحاب المهن الصغيرة. هنا بتدرج بعض الـ SEO keywords أو كلمات خاصة بالـ SEO ذات العلاقة بهذا الموضوع، زي مثلا كلمة وليكن زي small business مثلا، entrepreneurs، entrepreneurship مثلا، أو make money، أي حاجة من هذه الكلمات. زي مثلا small، تختار هنا اللغة اللي هي الإنجليزي الإنجليش، ثم تعمل كليك next. وهنا بتدرج ممكن بعض السب هيدنج او العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه لمورد انتاجها داخل هذه المقاله الممتازه. تختار بينها السكشن لينث، طول الارتكل نفسها هل هي عايزها شورت قصيره ولا متوسطه ولا حتى كمان طويله، نخليها ممكن ميديم دلوقتي تمام، ودوس هنا نيكست. تختار بينها الجنريت فريكونتلي اسكت كويشنز، الاسئله المطروحه بكثره لدى الناس حول هذا الموضوع، وطبعا ده حاجه بجد جميله جدا. انت ممكن برضه تختار البيرسونا او نوعيه الشخص اللي بيكتب ممكن هذه الارتكل، كشخص ممكن كرييتور، راجل مبتكر مثلا، راجل مستكشف وهكذا، ممكن نخليها وليكن زي كرييتور. ندوس هنا بعدين هنا جنريت، وهنا بقى في ظرف ثواني بتقوم بانشاء ارتكل كامله متكامله متوافقه مع السيو حول هذا الموضوع وهذه المقاله الممتازه. ما في برضو مواقع اخرى بتقوم بانشاء ارتكلز كامله متكامله متوافقه مع السيو برضو بشكل مجاني، زي مثلا الاداه دي اللي اسمها لونج شوت اي اي. لونج شوت اي اي طبعا ده موقع جميل جدا، هي في اكتر من اداه بجد مذهله هتعجبك جدا جدا جدا، من ضمنهم كتابة مقالات كاملة متكاملة حول أي موضوع في أي مجال. طبعا شرحت هذا الموقع بالتفصيل، تلاقي هذا الفيديو تحت في أول كومنت مثبت وفي صندوق الوصف. وعلى نفس النهج موقع جميل جدا اسمه شوبيا.اي، شوبيا.اي برضه موقع جميل جدا بيقوم بإنشاء أرتكلز كاملة ممكن تقترب من حوالي 4000 كلمة كمان حول أي موضوع وفي أي مجال، ممكن تستخدمها برضه بشكل مجاني. طب هنا بقى يجي بقى ذكر حاجة مهمة جدا، خلاص كده انت انشأت ممكن مقالة باستخدام هذه الأدوات المجانية سواء لونج شوت اي اي او ممكن شوبيا او حتى كمان هذه الأداة اللي هو اوتو رايت دوت اب. طب انا بقى عشان ممكن احنا نحاول على قدر الامكان نعمل تويكينج شوية او حتى نغير صيغة هذه المقالات حتى لا تبدو كاملة مكملة من انتاج الذكاء الاصطناعي، عشان الحقيقة ان في بعض المواقع او الكثيرة منهم طبعا بتستخدم بعض الديتكتورز او ممكن كاشفات ان هذه المقالات معموله باستخدام الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي ولا من خلال كتابه شخص هيومن او شخص بشري. عشان كده ممكن نلجا الى هذا الموقع الجميل اللي هو بيقوم بتغيير الصياغه شويه من جعلها عدم اكتشافها بسهوله او تبقى ان ديتكتابل، زي مثلا اسمه هايد ماي اي اي، هايد ماي دوت اي اي.
هي طبعا انت بيست لهذه المقاله اللي قمت بانشائها في المواقع السابقه، ومن ثم تعمل كليك على هايد ماي اي، ومن ثم يعمل لك ليها تويكينج كده وبيغير صيغتها بشكل بشري لحد كبير جدا جدا جدا. اذا اي ممكن موقع اخر بيستخدم بعض الديتكتورز او الكاشفات كونها ذكاء صناعي ولا بشري، فطبعا هنا بيغيرها وبيستكشفها ان هي لا معموله بشكل بشري او من خلال اديب او كاتب حقيقي. حلو خالص. برضه انت ممكن برضه تعمل اعاده صياغه لهذه المقاله ممكن بقى، او اغلبيه هذه المقاله في بعض المواقع الممتازه، زي مثلا من خلال استخدامك للاداه الخاصه بريمون صبري دوت كوم سلاش اي اي. هنا تلاقي في الصفحه الجميله اداه انت ممكن تختار منها حاجه اسمها كونتنت ري رايت، كونتنت ري رايت اهو ري رايتر. وانا بقى بتضع هنا باراجراف باراجراف، يعني فقره نصيه وكل فقره نصيه على حده، ومن ثم تختار حتى كمان التون او النغمه الخاصه بهذه المقاله او هذه الفقره النصيه. ممكن تخليها بشكل علمي، شكل جاد شويه، شكل تقني، شكل واقعي لحد ما، شكل فيه بعض الالهام والامل وهكذا، ومن ثم تعمل جنريت ايدياز. طبعا دي بجد اداه برضو مجانيه انت ممكن تستخدمها لعمل اعاده صياغه لاي جزء او اي فقره نصيه في اي مقاله انت عايزها. وبكده احنا عرفنا كده في اول جزء كيفيه انشاء مقاله كامله متكامله متوافقه مع السيو كمان حول اي موضوع وفي اي مجال وفي اي ميدان. هنا بقى نيجي للجزء الثاني، ان في بعض المواقع بتمكنك من نشر هذه المقالات الجميله وبتكسب في المقابل فلوس جميله جدا، زي مثلا هذا الموقع المحترم اللي اسمه سيفيور.com. طبعا هذا الموقع يعني بيعتمد اكتر بقى زي ما حضرتك شايف انت في هذه الواجهه على الاكل مثلا والتغذيه والصحه وهكذا. اذا هنا بقى عامل لك بعض الجوبس او بعض الوظائف، لو انت ممكن عملت ارتكلز او مقالات تتكلم عن الفود الطعام والسفر وهكذا، فانت ممكن بقى تعمل بيتشنج او انت ممكن تعمل هذه المقاله وترسلها على الايميل الخاص بهذا الموقع. والله الحقيقة عجبتهم وفي متناول هذه المواضيع، انت بتكسب تقريبا حوالي 100 دولار لكل ارتكل بيتم الموافقة عليها بشكل بجد جميل جدا جدا جدا. شايف انت اهو، انت فقط بتعمل بقى هذه المقالة اللي قمت بانشائها، سواء انت لو انت عندك خبرة في موضوع السفر والطعام وهكذا، او انت ممكن بقى انشأتها في احدى المواقع السابقة وعملت ليها اعادة صياغة زي ما اتفقنا عشان ما يكونش ليها ديتكشن او استكشاف او تعرف عليها ان هي معموله بالذكاء الاصطناعي بشكل 100% وهكذا. ومن ثم تقوم بعمل ارسال لهذه الارتكلز من خلال هذا الايميل. طب بقى اول موقع معانا، طب تاني موقع معانا بقى هو موقع اسمه فريلانس مام. فريلانس مام طبعا ده بيختص اكتر بالامهات طبعا بقى اللي هم بيقعدوا في البيت وهم كده بيشتغلوا اونلاين. فانا بقى لو انت ممكن ليكي خبره معينه او ليكي يعني درايه بموضوع ما او مجال معين، انت ممكن ترسلي الارتكلز او المقالات ومن ثم تكسبي في المقابل فلوس حلوه جدا. طبعا هنا في بعض النصايح او بعض الجايد لاينز لعمل هذه الارتكل، يعني ممكن ما تقلش ممكن عن 900 كلمه، وفي الرينج اللي هو من 900 ل 1500 كلمه ولا حاجه، يعني بتكون مرتبه بشكل محترم، معموله طبعا بقى بشكل شخصي مش معموله باستخدام الذكاء الاصطناعي، بيكون ارتكلز يكون فيها ترندات وهكذا. فده انا حقيقة لو انت طبعا بقى عملت ارتكل وارسلتها لهذا الايميل وهنا في الموقع ده، هتكسب حوالي من 75 دولار ل 100 دولار وتسحبهم بقى من خلال الباي بال. يبقى طبعا تاني موقع معانا هو اسمه فريلانس ماما. طب الموقع برضو التالت على سبيل المثال هو موقع اسمه مودرن فارمر. مودرن فارمر طبعا برضو جايه قوي من اسمها ان هي خاصه بالزراعه وحقول والانبات وخلافه. هنا برضو تعمل انت ارتكلز حول هذه المواضيع الجميله، ومن ثم تقوم بعمل سبميت لهذه الارتكل من خلال هذا الايميل. والله الحقيقه تم الموافقه عليه بعنايه فائقه، هتكسب برضو حوالي ما يقترب من 150 دولار او 200 دولار لكل مقاله بيتم الموافقه عليها. حلو خالص. طب الموقع برضو التالي هو موقع rankpay.com. موقع rankpay.com طبعا الموقع ده بيختص اكتر بموضوع البيزنس، يعني زي اللي ميك ماني اونلاين وموضوع الخاص بالسيو تمام، خاص بجوجل والكونتنت ماركتنج والسوشيال ميديا وهكذا. طبعا لو انت ليك درايه حلو خاص بكتابه هذه المواضيع زي الفل جدا، او انت انشاتها من احدى المواقع السابقه ذكرها في الخطوه الاولى.
ومن ثم تقوم بقى بعمل سبميت لهذه المقالات، ولو توافق عليها بتكسب انت حوالي ما يقترب من $200 لكل مقالة. طب الموقع برضو قلت لي بمنتهى السرعة هو موقع incomediary.com، برضو على نفس المنوال. هنا بيختص ببعض المواضيع زي السيو، الميك ماني اونلاين، الانتربرينور شيب، الكونتنت كريشن وهكذا. بقى في الفترة الحالية بيطلب منك ممكن بعض المقالات الخاصة بالسيرش انجن اوبتمايزيشن، ولا سيما بقى في بعض الادوات الخاصة بالكي وورد ريسيرش او البحث عن الكلمات لعمل توافق او عمل تظبيط لهذه الارتكل او اي مقالة معينة عشان تظهر اكتر في نتائج بحث جوجل. وطبعا بقى مع كل مقالة بتتوافق عليها طبقا لمعايير معينة بتكسب انت في رينج من 150 ل $300 لكل مقالة بيتم الموافقة عليها. وطبعا بقى في اكتر من مواقع اخر مثل هذه الشاكلة ومثل هذه المواقع انت ممكن تنشر فيها هذه المقالات. طبعا تلاقي طبعا هذه القائمة الضخمة تحت في اول كومنت مثبت وفي صندوق الوصف. وهنا بقى ناتي بقى لبعض الطرق الاخرى للربح من كتابه المقالات اللي احنا انشاناها سواء بكتابتنا الشخصيه او من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي. برضو في بعض المواقع المشهوره انت ممكن تنشر فيها ارتكلز وتنضم لبرنامج معين من الكتاب او الادباء، ومن ثم بتندرج تحت تمويل او المونيتايزيشن لهذه الارتكلز او هذه المقالات، وبتكسب بقى من خلال القراء وعدد القراءات لهذه المقالات زي مثلا في موقع medium.com. طبعا هنا اكونت بشكل مجاني تماما، ومن ثم بقى بتعمل ارتكلز كتيره، وحينما يوصل الاكونت الخاص بيك لاكثر من 100 فولور هنا بقى انت ممكن تنضم للبروجرام الخاص ب medium.com كشخص رايتر او كشخص كاتب، وبتكسب فلوس على كل قراءه. برضو بنفس المنوال برضو في موقع كورا دوت كوم برضو هنا في تمويل برضو للكتاب تحت برنامج معين حديث نوعا ما. وطبعا لو انت ساكن في دولة eligible او حتى متاح في هذا البرنامج انت ممكن بقى بعد توافق بعض الشروط المعينة تنضم لهذا البرنامج وتكسب برضو طبقا لعدد القراءات ومشاهدات الارتكلز للزوار. وبرضه بنفس المنوال موقع فوكال دوت ميديا بنفس الطريقة انت ممكن تكسب فلوس برضه من كتابة المقالات الجميلة، وبتسحب فلوسك من خلال سترايب دوت كوم. او ضحية برضه في موقع جميل اسمه سابستاك دوت كوم، انت برضه بتعمل مقالات جميلة جدا وبتكسب هنا من خلال جعل المقالات الخاصة بحضرتك بتبدو بشكل حصري واكسكلوسيف للاشخاص البريميوم او الشخص افضل المشتركين في حسابك لرؤية مقالاتك بشكل فريد وبشكل حصري. وطبعا في طرق اخرى للربح من كتابه المقالات، وطبعا بقى التسويق بالعموله انت بتعمل ارتكلز جميله جدا ومن ثم تقوم بترويج منتجات معينه كشخص افليت او شخص مسوق بالعموله، وبتكسب كميشن او عموله لكل بيعه انت بتعملها. واتمنى بجد هذا الفيديو عجب حضراتكم، ولو كان في اي سؤال اي استفسار معاكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، ومع السلامه.